بسم الله الرحمن الرحيم دائما في السلسلة بايثون بالمغربي وخصوصا الجزء الخاص بدراسة الواجهات أو الانترفاس جرافيك باستعمال المكتبية تكنتر ورا. والهدف من هذا الفيديو هو برمجة سكال أو كيرسور أو مؤشر يزداد بنسب معينة وسبين بوكس لنرى ويدجت سكال اند ويدجت سبين بوكس. فوالا اذا كرياسيون كيرسور فوالا مثلا كرياسيون كيرسور فوالا. اذا ساستعمل مثلا تيست فوالا يساوي مثلا سكال. فوالا الحمد لله عبارة عن كلاس يمثل لنا. إذا هذا الكيرسور نريده أن يظهر على النافذة وبتسلم السلفين. يبتدئ من فروم، يبتدئ من القيمة مثلا 10. فوالا إذا أسمح أنني فروم تيريد لويت فوالا فيرغول، ثم ينتهي باستعمال 100. فوالا اذا سا بوان باك توجور دائما انسى غريب. فوالا باك فوالا لتثبيت الويدجي على النافذه، ويدجيت على النافذه. اذا ساستعمل ران تست. اذا الحمد لله هناك عباره عن كيرسور او مؤشر نزول وصعود. فوالا اذا اردنا ان يكون نسبه النزول تكون هي 10 فوالا 10 20 30 اكسترا، إذن سنضيف بارامتر آخر إلى الكونستريكتور. هذا بارامتر يسمى تيك. فوالا إذن هي تيك انترفال، تيك انترفال. تيك انترفال إيكالا مثلا نسبة مثلا 10 أو 15 زيادة 15 مثلا 10 بار إكزومبل. ويمكن أن نبتدئ هنا من صفر إلى 100. بالتالي سأقوم بالتطبيق. فوالا إذا لاحظ بأن صفر القيمة الثانية هي 16 فوالا 32 إكسترا. فوالا لأن تيك انترفال. اذا بعد ما شلنا سكال غنشوف ان شاء الله كونترول اخر يشابه اللي هو سبين بوكس. اذا سبين بوكس ساستعمل هذه، ساستعمل ساعوضها بكلاس اخر اسمه سبين بوكس. فوالا فروم فوالا استعمل هذه لنرى النتيجة مثلا. فوالا سبين بوكس اذا ستوب تست تست. لاحظ بان هنا فوالا فوالا هنا يمكن ان نستعمل ثاني التدرج مثلا باعتبار تيك هل الخاصية موجودة ام لا. تيك انترفال سوي مثلا ستيب تو فوالا الشاشة الران. اذا نقوم بالاكزيكيسيون. هناك بعض الخطا، ما كاينش القضيه ديال تينك تيك انترفال. فوالا اعتقد سنبحث كاين ستيب شوف مثلا باغ اكزومبل كيما ال اتش تي ام ال 5 مثلا. اذا لا توجد هذه، يمكنك أن تبحث على البا. إذن شكرا على الانتباه ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله يتطرق إلى ليست بوكس أو حقل إدخال أسطر عديدة. ليست بوكس